كل واحد بينا عنده الجانب المضيء والجانب المظلم، لهذا احنا قريبين من طائر البطريق اللي راح نرسمه اليوم سوية خطوة خطوة بطريقة جدا بسيطة وسهلة على مود يقدرون كل الأطفال الأعزاء اللي دا يشاهدونا في بيوتهم أن يجيبون ورقة وقلم ويمشوا ويانا ويتعلموا شلون نرسمه. طريقة رسمنا إلى اليوم راح تكون على الحجر. نجيب قطعة الحجر ونحاول نخطط عليها طائر البطريق. خططت ولونت قدام الأطفال والآن صار دورهم أن يبلشوا ببطريقهم. منطيت لكل واحد قطعة حجر وحضرنا الأبيض والأسود، ومثل ما تشوفون هياتهم بإيديهم الصغيرة دي يسوون بطريقهم. ما انتهى درس الرسم مالتنا، حبوا الأطفال أن نسوي كارت للبطريق، وسوينا الكارت بإيدينا، رسمنا وقصقصنا ولزقنا ولونا، وأتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو مثل ما نال إعجاب كل الأطفال اللي شاركوا ويانا ونال إعجاب أهلهم.